خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بالأمس في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اللي عقدت بمدينة العقبة في الأردن. وخلال القمة أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، وشدد على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع اتجاه وقف اطلاق النار. كمان من ضمن الاخبار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع اتفاقيه حق الانتفاع لمشروع انتاج طاقه الرياح في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعه 1.1 جيجا وات وباستثمارات بتصل الى مليار و500 مليون دولار. تفاصيل هذه الاخبار واخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اللي عقدت بمدينة العقبة بالأردن. خلال القمة استعرض الرئيس الجهود اللي بتقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيراً إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشدداً على أن ما يتم تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية اللي بيتعرضوا لها واللي بتتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار اللي بيمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وده لمناقشة عدد من القضايا والملفات. وأشار رئيس الوزراء لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المكثفة والاتصالات الجارية اللي بتقوم بها الدولة المصرية مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في غزة والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية للقطاع لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة الوطنية للصحافة بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بموجب هذا البروتوكول تلتزم المؤسسات الصحفية القومية وتحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة بتوفير كافة احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، على أن يتم خصم 75% من قيمتها من المديونيات المستحقة عليهم. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع انتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 جيجا وات وباستثمارات تصل ل 1.5 مليار دولار بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف بقيادة شركة أكوا باور بيضم شركة حسن علام للمرافق. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء في مصر. تستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بحوالي 200 ميجا وات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة الدقهلية تم بدء أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة المنصورة بتكلفة وصلت 7 مليون جنيه. في محافظة الشرقية كمان تم إضافة خدمات طبية جديدة في المستشفيات بتكلفة وصلت ل 2 مليار و500 مليون جنيه. أما بقى في بني سويف بيتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء كوبري مزلقان الوسطى الفيوم، وفي جنوب سيناء تم التصديق على 540 حالة تصالح في مخالفات البناء بمدينة الطور. خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الدقهلية تم البدء في تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية على النيل بطول 2 كيلومتر تقريباً بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.
وبتتم أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تزامناً مع إنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل بطول 1.250 متر لخلق متنفسات ترفيهية للمواطنين. في الشرقية أكدت مديرية الصحة أن المشروعات الصحية بالمحافظة حصلت على اهتمام كبير من جانب اعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني بقيمة مالية بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه، وده رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة. في بني سويف بتشهد المحافظة سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري مزلقان السكة الحديد الفيوم الوسطى على الطريق الزراعي، وبيتضمن المشروع إنشاء 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 متر لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحي بعرض 5 أمتار لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الوسطى. في جامعة سوهاج أعلنت الجامعة أن قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي القديم بيستقبل 60 جلسة يومياً، حيث أن القسم مفتوح لاستقبال الجلسات من الخارج لمن يعانون من أمراض الخشونة والتهاب المفاصل والانزلاق الغضروفي، وهناك جلسات للمرضى المحجوزين بالمستشفى على ذمة أمراض الجلطات بأنواعها. في شمال سيناء تقرر تشغيل ملاحة سبيكة بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، حيث تنتج مليون طن من الملح سنوياً بيتم تصديره عن طريق ميناء العريش البحري. في جنوب سيناء صدقت المحافظة على 26 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء نموذج 10، وده بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ويتم التصديق بناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح اللي جرى التصديق عليها حتى الآن 540 حالة تصالح على مخالفات البناء. في أسيوط أعلنت المحافظة أنه تم رصف الطريق السريع أمام مركز شرطة ساحل سليم في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ضمن الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالقطاعات المختلفة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية، وتنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.